حد يخش يتكلم يقول اي حاجه. اعرف اكتر اعرف اتكلم. المشروع ده بيتكون من اربعه بلد، البلد اللي هو الجنوبي، وفي مجموعه من الجنوبي، وفي مجموعه من الراجل المصري الاردني. اربعه اللي هي دوله كل اسمهم ليه مكان. ما شغلش في محبس من الدائره كلها، وفي سنتر لو واحد دخل الدائره هيدروليك او الماتيك هيدروليك يبقى الزيت يمد للهواء.